رانا باشرنا العمليه تاع الدفع تاع المنحه منحه رمضان، والحمد لله راه الامور سايره على ما يرام ومنظمه. سجلنا 35526 مستفيد من طرد من مبالغ اللي كانت كما تعرفوا كانت 6000 دينار، كانت رفعها بقرار السيد رئيس الجمهوريه الى 10000 دينار. سجلنا هذا العدد، اليوم تنتهي العمليه وتنتهي ان شاء الله قبل دخول رمضان. يكون كل هذا العدد اللي قلت لك عليه تاع 35526 مستفيد، يكونوا كل استفادوا من المنحه تاعهم تاع 10000 دينار.